اليوم تنظموا واحد اليوم دراسي حول تأهيل المنظومة الصحية بالمغرب اللي كما كتعرفوه هو في إطار الورش الملكي السامي، وهذا اليوم الدراسي تنظم بشراكة ما بين الفيدراليات الأطباء العامين لجهات رباط سلا وفيدراليات الأطباء الممارسين بالمغرب. اليوم استدعينا تلة من الخبراء اللي هما خدموا في هذا الإطار على هذا المشروع القانون إطار 2206، وغادي تمحور التدخلات ديالهم حول الأربع محاور الأساسية اللي هي جات في هذا القانون الإطار. الحضور اليوم حضور مهم لأن تجاوزنا 500 طبيب اللي هما زارونا من جميع أنحاء المغرب، وهذا إن دل عن شيء فإنما يدل على الاهتمام اللي هما تيوليوه الأطباء لهذا التأهيل ديال المنظومة الصحية. وحنا كفاعلين أساسيين أطباء عامين في هذه المنظومة اليوم بغينا نفتحوا نقاش اللي غيكون إن شاء الله بناء، وفي نفس الوقت هذا بادرة من عندنا باش نعلنوا الرغبة ديالنا والانخراط ديالنا في هذا الورش الملكي السامي اللي حنا غادي نعملوا كل ما في وسعنا باش لإنجاحه، وهذا غادي يعود إن شاء الله بالخير للمواطن المغربي لأنه غادي تسهل الولوج للمراكز الصحية والمستشفيات بصفة تكون سلسة، وهذا شيء كبير ومكسب كبير للمغرب. وفي نفس الوقت تنحيي جميع الناس مرة أخرى الحاضرين ولا المتدخلين اللي شرفونا بالحضور ديالهم وشاركونا إنجاح هذا اليوم الدراسي، وشكرا. في هذا اليوم احنا في واحد اليوم دراسي حول إعادة هيكلة المنظومة الصحية اللي هي هذه الأيامات يعني موضوع الساعة. هذا اليوم كيتنظم من طرف الفيدرالية بشراكة بين الفيدرالية الأطباء العام لجهات الرباط سلا قنيطرة ولا فيدراسيون يعني والفيدرالية الوطنية للأطباء الأسرة. الهدف ديالو الأساسي هو أننا نبينوا الدور الأساسي اللي كي يعني طبعا تكلموا على المشاكل اللي كتعرفها القطاع الصحة وعلاش جات هاد إعادة الهيكلة، وفي نفس الوقت بغينا نبينوا الدور الأساسي اللي كيلعبوا طبيب الأسرة في هاد المنظومة الصحية، ولماذا نحن نطالب بأنه خص هذاك الطبيب الأسرة يكون هو المدخل الأساسي لهذا المنظومة، لأنه هذه المسألة غادي تمكننا من ربح الوقت في العلاج للمرضى، الاكتشاف المبكر ديال الأمراض بحكم أن هذاك الطبيب كيكون هو طبيب الأسرة وتعرف تقريبا يعني كاع المشاكل اللي كتعاني منه كيعانيو منها المواطن عن قرب، وتيمكن له تكون عنده واحد رعاية يعني شاملة ماشي عضو بعضو. ثانيا كيمكننا أننا نربح نقصوا من مصاريف الصحية، لانه في بدل ما كيمكن انه مثلا غادي يدير واحد المجموعه ديال التحاليل هي ماشي ضروريه، راه في اغلب الاحيان اكثر من 80% ديال الامراض يمكن لو هذه تبدات هذه الدراسات انها يمكن لها تعالج في الخط الاولي عند الطبيب العام وطبيب الاسره، وملي كيكون الاتجاه الاستشاره ديال المختص كتكون استشاره يعني توجيه صحيح، ملي كنوجهوا تنختاروا بين هو المختص اللي غادي يمكن له يكون هو اللي محتاج له داك الطبيب، بدل ما يبقى المريض يعني تائه في داك الاختيار ديال شمن اختصاص خصني نمشي له. بالنسبه لكم انتما هذا المؤتمر هذا يعني شنو هي اهم توصيات اللي تخرجوا بها ان شاء الله؟ الوغ هاد فوالا الوغ في هاد اليوم الدراسي اللي هو عرف اكثر من 500 مشارك اللي جاوا من جميع المدن المغربيه بحكم الموضوع اللي عنده الاهميه ديال الموضوع، غادي نخرجوا بتوصيات، واهم هاد التوصيات هي انه يعني اولا طبع الدور الاساسي والمهم اللي خصو يتعطى لطبيب الاسره في هذه المنظومه، وانه خصو من اجل مصلحه الجميع خصو يكون هو المدخل الاساسي لهذه المنظومه. بالطبع خصها تكون واحد الشراكه بين القطاع الخاص والقطاع العام، لانه ما يمكنش هذا الميدان الصحه يمشي للقدام الا ما كانتش واحد البارتناريا بوبليك بريفي. خص بالطبع اعاده النظر في الموارد البشريه اللي كتعرف واحد الخصص كبير في المغرب في التكوين المستمر، لان هذا هو الهدف ديالنا يعني من بين الاهداف الكبيره ديال الفيدراليات
اللي بجوج هو التكوين المستمر ديال الطبيب، باش نرتقيو بهذا التكوين المستمر باش يكون الطبيب ديالنا اللي الحمد لله هو ديجا الطبيب المغربي معروف بالكفاءه ديالو، ولكن يزيد يكون في المستوى اللي كنتمناوه جميعا. في اطار المشروع القانون اللي وجدته الحكومه لتنظيم مزاولات المهنيه الصحه، هي قانون الصحه العموميه، قانون الوظيفه العموميه الصحيه، رأينا ان نديروا هذا الورش اليوم اللي فيه اللي تناولنا فيه هذا القانون من جميع الجوانب، اللي باش نخرجوا بتوصيات واقتراحات نقدروا نعطيوها لوزارة الصحة والمعنيين بالأمر ليأخذوا رأي المهني الصحة، رأي ديالنا المتواضع اللي يقدروا يستفدوا منه باش يديروا ياخذوه بعين الاعتبار في إطار المناقشات ديال لتنزيل هذا القانون على قيد الولوجية. بعد الولوجية هي الأولى اللي كنأنسيستيو عليها، أنها الطبيب العام يكون هو المدخل الرئيسي لهذه المنظومة، وهذا هو مطلب اون فيت، هو القانون تاكد عليه او ميم طون، لان باش في اطار القانون اللي تيتحدث او ميم طون ديال تعميم التغطيه الصحيه، باش يستافد المواطن من الولوجيه خصو يدوز على عن طريق الطبيب العام. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.